ساعات ويبدأ رئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الجديدة. تستعد في هذه في هذا الوقت العاصمة الإدارية الجديدة بأنها تستقبل هذا الحدث التاريخي. العاصمة الإدارية الجديدة دي تقريبا إعجاز وإنجاز مصري. أنا شرفت بأن أنا رحت وصورت فيها وعملت حلقة قعدنا نصورها 3 أيام من كتر ما كان نفسي أنقل كل التفاصيل بكل التفاصيل. يعني خليني أقول لكم أحلى الأماكن اللي رحناها. إحنا رحنا وشفنا حي السفارات كان معانا وكان تصوير كاميراتنا. خلينا نشوف يا شباب من الحاجات اللي تفرح وتشرف. حي السفارات ده تقريبا كل السفارات المصرية هتنقل اللي هناك، يبقى السفارات جنب بعض بترتيب وتنظيم، السفارات بقى بسكنهم، السفارات بخدماتهم، السفارات بمدارسهم، السفارات بمستشفياتهم وعلاجهم، كل حاجة معمولة بالتفصيل وحلوة قوي. المستشفيات يعني كان في هناك، احنا زرنا مستشفى من أكبر وأعظم الترتيب الصحي اللي موجود. حضراتكم هي معانا، ده تصوير كاميراتنا، تصوير ميسات هي اللي احنا بنشوفه. ده العاصمة اللي هتكون حديث العالم يوم الثلاث القادم لحلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي لولايته الجديدة. دي مستشفى فيها الوقاية تقريبا، يعني كل الحيطان والأجهزة وكل حاجة فيها غير قابلة أنها تنقل العدوى أو الفيروسات، حاجة كده معمولة من آخر الآخر. تساع لعلاج عدد ليس بقليل، جاهزة من دلوقتي. كنا وأنا وزمايلي وإحنا واقفين فيها كنا في منتهى الفخر أن الصرح الطبي العظيم ده جاهز عندنا في مصر. معرض كنوز الرخام، واللي بادئ من منطقة الجلالة واللي برضو صورنا فيها. فكرة الكنوز الموجودة في عند كنوز الرخام دي معرض يشرف، حاجة كده رخام مش موجود في أي حتة غير في مصر، وإنتاج مصانعنا مش موجود، المصانع دي موجودة في الجلالة، وده المعرض اللي منه بتطلع الرخام ده ويتصدر ويتسوق ويروح لكل أنحاء العالم. كمان الحاجة بقى اللي مصر كلها شافتها الأسبوع اللي فات، وهي المدينة الرياضية. المدينة الرياضية القمر دي عندنا في مصر، عارفة زمايلي عايزين يطولوا بس أنا عايزاكم تشوفوا كل الحاجات لأن ده شغلنا. يعني أنا فرحانة أن الحدث اللي هيكون أو المدينة اللي هتكون حديث العالم كله لحلف اليمين فيها هيكون فيها رؤساء وملوك وشخصيات عامة عالمية ودولية هيكونوا في العاصمة الجديدة يوم الثلاثاء علشان السيد الرئيس هيقوم بحلف اليمين. ده المدينة الرياضية اللي كان فيها البطولة اللي كانت من كام يوم واللي شرفنا بان احنا صورنا فيها. الكلام ده كان تقريبا 22 يعني من سنتين، كانت كل حاجة لسه بتخلص لكن كانت كل حاجة شكلها حلو ويشرف ويطمن ان انا عندي حاجة دولية وعالمية. في اي وقت يبقى عندي اي بطولة، سباحة، باسكت بول، كل اللي ممكن يبقى على ارض الواقع عندي كل ده جاهز. وكان طبعا باين في بطولة كرة القدم اللي شفنا عدد الحضور اللي كان موجود وشفنا الارض الممهدة والاستاد اللي بنشوفه في الاستادات الأوروبية اللي دايما نقول احنا ليه ما عندناش الاستاد الحلو ده. كمان مجلس النواب وهو البطل بقى، ده البطل اللي هيكون بعد بكرة يوم الثلاث ده كل العالم هيحضر وهيشوف حتى على ان هينقل ما سيحدث فيه. سيد الرئيس هيتوجه للبرلمان يوم الثلاثاء القادم، هيبقى في جلسة فيها معظم النواب الشيوخ ونواب من مجلس النواب وكمان بعض الشخصيات العامة المصرية موجودين، لان سيد الرئيس هيحلف اليمين في البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. برلمان تقريبا في قاعة تساع 1000 شخص. أنا عندي تقرير عن البرلمان، هل ممكن نطلع نشوفه يا شباب؟ جاهز معنا؟ طيب، البرلمان حاجة فخمة، 8 أدوار، تقريبا 3200 مكتب للموظفين، يساع في قاعة تساع 1000 فرد، حاجة كده فعلا تليق بالجمهورية الجديدة والمصريين اللي رايحين على الجمهورية الجديدة. لما نقول حلف يمين في برلمان جديد فلازم يكون بمكان يليق بمكانة مصر أولا وبرئيس يليق بالمصريين كمان.